يعني درك لحقنا لدرجه وين خلاص لا تسامح، لا تسامح في هكذا تصير. لازم تكون متابعه يوميه، ماشي حتى تحت الفاس في الراس ومن بعد قال رانا متاخرين. لازم يوميا دو... قال لك اللي وقف على شيء وكانت عنده نعجه وعاشت، واللي ماشي واقف عنده ألف وماتوا. هذه اموال شعب نرصدها حنايا بالنسبه لانجاز مشروع في الاجال، الاجال الموقوفه، وبالنسبه للغلاف المالي الموقوف. وكل انزلاق في الاجال يعني بالنسبه لنا كدوله، يعني بالنسبه لنا كدوله يعني نفقات زائده. وراك تشوف ينطلق مشروع بمليار دينار ونخلصوه ب 15 مليار دينار، هذيك 14 مليار نورمال يعني من الطبيعي نفقوها في مجالات اخرى، مجالات كما قلت ترقيه الصحه، ترقيه التعليم، ترقيه يعني من غير المسموح، من غير المسموح اننا نكملوا في هذه الطريقه تاع تسيير المشاريع. وهذا المشروع هذا عندكم 31 ديسمبر ان شاء الله يستلم، هذا كأقصى تقدير يستلم.